صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل حمام محشي رز بالكبد والقوانص، ومعانا كمان كشك، ومعانا كمان تشيز كيك بالبسكوت. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الحمام عباره عن ايه. احنا عاملين طبعا الحمام بطريقه عاديه خالص، طريقته العاديه التقليديه. عندنا رز ابيض، ممكن يتعمل برز او فريك، ونفس المقادير دي هي بالفريك. خلاص، عندنا بصله مبشوره، مكعبات مرقه فراخ او خضار، جوزة طيب مستكه، حبهان، سمنه بلدي او زبده، عندنا كبد وقوانص الحمام، وهنا حمامتين وصلصه الطماطم. خلاص. طيب، وعندنا كمان البصل والطماطم والجزر والكرفس اللي هنسلق فيه الحمام. يبقى عندنا صلصه طماطم، سمنه بلدي، رز مصري، كبد وقوانص الحمام، حبهان ومستكه، وجوزة طيب، مكعبات مرقه سواء خضار او فراخ، وبصله مبشوره. تمام. طيب، هنعمل الرز والاول. فهجيب كده ايه البصله مع السمنه البلدي، احطها عقبال ما اقطع القوانص. انا عايزاها ايه تتحمر كده تحميره حلوه. جوزة الطيب والفلفل الاسود من الحاجات اللي يعني بحسها مهمه جدا في خلطه الرز اللي بالحمام. اقلبها كده، اول ما السمنه تدوب واحس ان البصله هتبتدي تتحمر ابتدي احط ايه التوابل. هنا بقى هقطع القوانص، ماشي، وحطها في حله ميه بتغلي عشان الحمام. نشيل بس الحاجات دي الدهون دي تتشال، وبقطع القوانص كده، الكبد اهي. القوانص تتحط الاول بعدين الكبده، لانها بتاخد وقت شويه عقبال ما ايه ما تستوي. بصوا، بقطعها كده على اتنين، اهدي كمان النار مبقاش معلياها قوي على البصل. قوانص، بعدين القلوب، وبعدين الايه الكبده. ناخد القوانص الاول كده، كده ماشي كده اهو. احط القوانص عقبال ما احطها، اقطع الايه القلوب. احط القلوب عقبال ما احطها وتتحمر، اقوم اقطعها ايه الكبده. بس الكبده ما نقطعهاش كده صغير زي القوانص عشان ما تتهريش. كده كده خلاص. ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب اهو. بصلة اهي ابتدت تتحمر، احط عليها رشة ملح، فلفل اسود، مكعب من المرقه،
جوز الطيب واحطها كده. كده اهو هبتدي بقى احط الايه القوارص. الله على ريحة لما حطيت القوانص. هنحط دلوقتي القلوب نقطعها كده. اهي الكبدة، كبدة على اتنين بس كفاية. خلاص اهو ابتدي احط القلوب بقى. لازم كل حاجة تستوي كده براحتها عشان كمان ما يبقاش فيه زفارة خالص، دي اهم حاجة. استنى شوية كده. بس احطها بقى. خلاص. احط بقى فص مستكة، حبهان وهنا زمان المية غليت. هبتدي احط بقى بصلاية، طماطمية كده شقاها من النص، كرفس، جزر، واغطيها عقبال ما ايه محشي الحمام. انا اوريدي هنا في رز بارد عشان لازم الرز يبقى مستوي على الاقل شويه. هنا كده بقى عشان على النار ايه اهدى. هحط فيها ميه مغليه وانا اوريدي حطاها وحاطه فيها ملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان ومستكه. هحط لها حبه ميه وايه، ومفروض الرز ده ما يستويش قوي، يبقى نص سوا لانه هيكمل سوا مع الحمام. اقلب كده يغلي بس وادوق المرقه بتاعته اشوف ناقصها ملح او فلفل اسود ولا لا. طيب نبتدي بقى نجيب الحمام. انا اصلا في رز باقي بارد، يعني المفروض الرز يبقى بارد شويه ما يبقاش سخن كده. بنغسل الحمام كويس جدا جدا زي ما بنغسل بالظبط الفراخ. ازاي؟ دقيق وليمون وملح ونشطفها بميه وخل ونسيبه يتصفى خالص. ماشي. طيب عشان ما زفرش كل الرز ده هحط هنا في المكان النظيف ده كده. وابتدي ان انا
بحط الرز، وفي ناس كمان بتحب تحشي الزور بتاع الحمام. معانا مدام سهام. صباح الخير يا غادة. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ ازيك يا غادة عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي، الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمام جميل قوي من ايدك. شكرا شكرا ليك يا حبيبة قلبي، شكرا. بقول لك ايه يا غادة، انا بحب اصبع عليك الصبح. يا حبيبتي صباحك زي الفل. طيب هنشيل ده كده اهو، بقفلها بالطريقة دي، بحط الايه الرجلين جوه كده. بصوا بقى دي انا ما بحبهاش، انا بحب اشيلها. في ناس بتسيبها بس انا بحب اشيلها. لا دي بس عشان دي بتزفرها كده، ونجيب الزور كده ايه نحشيه برضو ايه رز، بس مش كتير قوي عشان ما ايه ما يفرقعش مننا. طيب لو انت بقى اول مره تعملي حمام، هتدهنيه بالسمنه البلدي والملح والفلفل، وهتحطيه في الايه في الفرن. يعني انا هحمر لكم اتنين واحط لكم اتنين في الفرن، ماشي؟ ماشي اهو، عشان في ناس تقوم واكله ايه اهو، لسه بيقولوا لي احنا ما بنسيبش حاجه في الحمام. يعني بتاكلوا حتى العظم بتاعه عادي؟ العظم عادي يعني. اوكي. يعني الحمامه الكبيره في السن ما بتاكلوش العظم بتاعها عشان عظمها بيبقى ناشف. زي ما هو كده اهي، الميه بتغلي، نقوم مسقطينها، هتكش على طول وتقفل، ما تخافوش مش هتفتح. خلاص نشيل دي برضو كده. ممكن نطلع فاصل بقى وانا بحشي الحمامة التانية. طيب براحتكو بالمحشية. هنرجع بقى هحمر اتنين وايه وهحط في الفرن اتنين، ولو دي اتسلقت هحمرها برضو. خلاص هنعملها كده، ماشي؟ اهو حشيت الحمامة. هنطلع فاصل بقى، نرجع من الفاصل هنعمل الكشك، الكشك الجميل جدا بتاعنا اللي انا بحبه جدا اكله مع الحمام. خلاص هنعمله بمرقه الحمام، هيكون ده اتسلق فانا هعمله بمرقه الحمام. نطلع فاصل نرجع. رجعنا من الفاصل، دلوقتي تعالوا بقى نعمل الكشك بمرقه الحمام. عباره عن ايه؟ عباره عن انا عايزه هنا بصله، انا معلش نسيت اقول لكم، عباره عن دقيق وزبادي. اول حاجه هجيب كده دقيق والزبادي، حط الدقيق ثلاث ارباع الزبادي مش كله دلوقتي، خلاص. وبعدين الدقيق نقلب كده كويس قوي قوي قوي، وهسيبه ايه شويه. ماشي، واحط مكان حبه الدقيق دول لبن، انا مش عايزه لبن كتير، هو دول بس اهو كده، بس نص كوبايه لبن. وفي ناس كمان ما بتحطش لبن على الكشك، بس انا لا، انا بحب احط لبن بيخلي لونه احلى. خلاص اهو كده ريحته بتبقى فظيعه. هنحط مكعب المرقه، حبه جوزه الطيب، رشه كزبره، عايزاها ماشي خلاص، وفلفل اسود. ماشي، يبقى ايه؟ دقيق زبادي اهو نتبله، دقيق زبادي، ملح وفلفل اسود، جوزه الطيب، رشه كزبره، مكعب مرقه. تمام كده، فاضل معلقه السمنه البلدي او الزبده. نحطه بقى على النار. حاضر، ونشوحه كويس قوي 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 قوي. لحد ما احس ان الايه الدقيق ابتدى
يستوي. بصوا بقى الرز اوريدي انا حطاه على نار هاديه جدا، ماشي؟ عايزين نبص على الرز كده. بصوا طبعا ده الرز اللي اتبقى من الحمام، فانا قلت ايه نستغله كده ايه ونعمل طبق رز حلو كده. وده الحمام بيغلي اهو، بصوا. وشيلنا كمان الريم اهو، خلاص وشيلنا كمان الايه الريم. شفتوا الحمامه نفشت ازاي ولسه شويه، خلاص هاتيها كده. ابتدي بقى احط ايه مرقه الحمام، انا كنت سالقه حمام اصلا فدي المرقه بتاعته. واقلب. بصوا انا مفروض عشان بس البصله ما كانتش موجوده، قبل ما اعمل بتبل مثلا دي وزبادي في مكان، وفي نفس الووك دي او الحله دي بجيب البصله بقطعها صغير واقوم ايه مشوحاها لحد ما يبقى لونها ذهبي، زي لون البصل اللي كانت محطوطه في الرز. خلاص اول ما تبتدي انها تبقى لونها ذهبي اشيلها وابتدي بقى احط الدقيق بالزبادي واسويه، وبعدين ايه لما يستوي اقوم حاطه البصله في النص، غير البصله ايه المتحمره بزياده اللي هتتحط فوق الوش. نقلب كده كويس قوي قوي لحد ما الخليط يبقى كريمي جدا ما يبقاش فيه اي كلاكيع. الكشك حلاوته يبقى طري اصلا مش ناشف، ويبقى يعني عامل زي المهلبيه كده كريمي جدا. نقلب كده كويس قوي قوي. على نار هادية خالص. هجيب البصلة وايه وابشرها في الكبة. كده احط طاسه صغيره بقى احط فيها البصله تبقى لونها ذهبي براحتها. مش هحطها دلوقتي. بصوا بقى بصوا الكشك، بصوا الكشك، هزود عليه حبه اللبن، حاسه حتى ان حبه اللبن دول كتير عليه، انا عايزاه اللون ده. نشوف كده، نبص كده محتاج لبن تاني ولا ايه، ولا مرقه؟ ممكن لبن وهحتاج مرقه تانيه. على نار هادية قوي، أهم حاجة يبقى على نار هادية جدا. تبلناه بالزبادي والدقيق وحطينا عليهم ملح وفلفل أسود، حبة كزبرة، جوزة الطيب، خلاص. وسيبناهم كده شوية دقيقتين تلاتة، ممكن أسيبهم كمان 5 أو 7 دقايق. بعد كده حطيتهم على النار مع سمنة بلدي لحد ما حسيت إن الدقيق والزبادي كده إيه طريوا مع السمنة. رحت حاطة مرقة الحمام، اول ما حسيت انه ابتدى كده يستوي حطيت حبه اللبن. هكمل بالمرقه كده ولا كده، هو اول ما بيتحط في الطبق بيبتدي ايه يبرد ويجمد. بصوا اهو هو ده القوام اللي انا عايزاه، ولا تخين قوي ولا ايه ولا صايص كده قوي. الله الله الله.
هنا بقى حطيت البصلايه مع الزيت، معلقه زيت، ولما تبتدي تتشوح شويه هحط ايه؟ سمنه. رشه جوزه الطيب، رشه فلفل اسود بس. هسيبها هنا بقى ايه تتحمر براحتها خالص. بس كده الكشك بتاعي قرب يخلص، مهديه النار خالص وممكن اقفلها لحد بس ما ايه ما البصلايه تتعمل، عشان ايه خليها هنا. هنا هتعمل اكتر بسرعه. خلاص نطلع فاصل تكون البصله اتحمرت. لا معلش، قبل ما نطلع فاصل معلش انا لازم الحق اعمل الحمام وادخله الفرن. نشيل دول كده. هجيب بايركس كده واجيب ورقة زبدة. هحط ثلاث حمامات في الفرن والباقي ايه نحمره. طبعا التحمير اصعب بس اسهل في الايه في الانجاز، بس هو اصعب انها ممكن ايه تطرقع ونبقى خايفين نتعور. يعني لو اول مره بتعملي حمام وحشتيه تمام وكده حطيه في الفرن احسن. وعلى فكره حتى ممكن ما يتسلقش ويتحط في الفرن من الاول، بس بصراحه انا ما بستطعمهوش غير وهو مسلوق. هحط هنا ايه بقى؟ حبة جوزة الطيب، حبة كزبرة، فلفل اسود، ملح، زيت، معلقة من السمنة البلدي، هي هتسيح في النص، معلقة صلصة. خلاص واجيب الفرشة او بايدي. كده اهو اقلب كويس قوي قوي قوي. اهو كويس جدا. وهجيب الحمامه وادهنها كده كويس قوي. كله هيدهن بس في اللي هيتحمر وفي اللي هيتحط في الفرن، يعني كل ده هيدهن بنفس الخلطه. ماشي خلاص احنا ممكن نطلع فاصل. خلاص اهو ماشي نطلع فاصل ونرجع. بعد الفاصل هنكون حطينا البصلة بقى في الكشك عشان نقدمه ونعمل التشيز كيك بتاعتنا. خليكم معايا. رجعنا تاني. بصوا الكشك بقى لونه جميل جدا جدا، لونه كده اوف وايت ماشي مش ابيض. البصلايه اهي بقى اللي هنحطها. بصوا عامله ازاي. بصل ده بيدي للكشك طعم مختلف تماما لو من غير البصلايه اللي في النص دي. يبقى احنا تبلنا الاول الدقيق بالزبادي كويس قوي،
وبعد كده حطيت الملح والفلفل وجوز الطيب وحبه الكزبره ومكعب المرقه وحطيتهم على النار لحد ما ايه ما حسيت ان الدقيق ابتدى ايه كل حاجه تدخل في بعضها. رحت حاطه معلقه سمنه بلدي وحطيت مرقه الحمام، سبته يستوي، حطيت البصلايه اللي انا شوحتها بالسمنه والزيت وبعدين سبته يستوي، حطيت حبه اللبن، وبعد كده اخر حاجه هحط وانا جايه اقدمه معلقه الزبادي الفاضله دي. اولا بتهديه، يعني بتخليه يبرد او يبقى دافي اسرع، كمان بتديله مزازه حلوه جدا. بس كده كده الكشك بتاعي خلص. هبتدي اغرفه على طول، هشيله كده وابتدي ايه اغرفه. بصوا كده شايفين ولا اي حاجه باقيه. نجيب بقى البصل المحمر، وعلى فكره ساعات بعمله بصوص النعناع، شفتوني قبل كده وانا بعمله بصوص النعناع برده حلو جدا على فكره. كده ايه انا خلصت الكشك الحمد لله، والحمام في الفرن والرز اهو بيستوي، فاضل له حاجات بسيطه انا مهديه النار خالص. تعالوا بقى نشوف في تشيز كيك البسكوت النهارده عباره عن ايه. سهله وبسيطه وفي نفس الوقت مكوناتها جديده والطعم مختلف تماما عن اللي احنا متعودينه. انا بس هجيب عايزه بوك صغيره كده او ايه. طيب ممكن نجيب دي كده. احطها كده على النار، ههديها بس ايه لحد ما ايه انا قافلة عليه. تعالوا نشوف المقادير. عندنا بسكوت بالشوكولاتة اللي هو جواه كريمة، وبسكوت الشاي ده العادي، وقشطة وزبدة. خلاص دي اول حاجة. الطبقة اللي في النص او طبقة التشيز كيك نفسها لبن وسكر ونشا، وكمان عندنا كريم كراميل، بودرة كريم كراميل وكاكاو. شايفين الميكس الجميل ده. والطبقة الاخيرة شوكولاتة سايحة. هنحط ايه هنا بقى؟ هنا هنحط البسكوت الشوكولاته كده اللي بالكريمه مع مكعبين كده من الزبده مع بسكوت الساده كله مع بعضه. خلاص واجيبها كده واخلطها. وانا بخلطها هجيب نص كميه القشطه واحطها. يبقى انا حطيت الزبده، والزبده تبقى طريه عشان ايه تتفرم او تتطحن بسهوله، وعلبه القشطه هقسم نصها هنا ونقصها جوه ايه المقدار ده مع البسكوت الشوكولاته والبسكوت الايه الساده. خلاص كده. طيب هحط ايه هنا بقى؟ هحط هنا اللبن، شايفين؟ هحط النشا كله على البارد، الكريم كراميل باكت واحد، الكاكاو قد الكريم كراميل بالظبط، نفس البوله دي هي نفس البوله دي. الكاكاو لو مسكر مش هنحط سكر، الكاكاو لو خام هنحط سكر. خلاص زي ما هي كده هشيلها واحطها على النار وابتدي ايه ان انا ادوبهم مع بعض كويس اوي. عقبال بس ما ادوبهم كده وتسخن عايزه اغرف الرز لان ريحته ابتدت ايه تطلع. خلاص عايزه شويه. طيب هجيب ده كده ابتدي اغرف الرز.
رز الحمام الفظيع ده، بيبقى طري اطرى من الرز الطبيعي. الكبد والقوانص والقلوب بتبقى مستويه، البصل بيبقى زايد فيه شويه، بيبقى متبل تتبيله كده حلوه جدا، ريحته كمان بتبقى فظيعه بصراحه. عادة يعني أنا عشان بس عملت نسخة من الحمام، بس هو طبعاً ما بيتبقاش كده في البيت، يا ريت يتبقى كده. خلاص أهي. بما إن في بصل كده مقلي هحطه عليه، عشان هحط صراحة كمان الحمام عليه. طيب هنا دي خلاص اتفرمت كويس قوي، هحطها كده. ويا ريت البايركس اللي نشغل فيه يبقى شفاف عشان نشوف الطبقات يعني. كده يفضل، هو الدنيا برد هنا، بس احنا يفضل بعد لما نعمل الخطوه دي ندخلها التلاجه نص ساعة قبل ما نحط الطبقة التانية. هحط الطبقة التانية ونطلع فاصل عشان عقبال ما ارجع تكون جمدت، عشان لما اجي احط الطبقة التالتة. لا شوية ماشي اوكي. طب لا دي لسه ما تقلتش، خلاص نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا انا حطيت القشطه وعايزه بقى كله يدوب ويتقل، لان لسه ما تقلش يعني، هو لسه ما تقلش فهسيبه كده. طيب هنا بقى انا حطيت سمنه بلدي وكعب زبده، احط بقى تبل الحاجات دي، فلفل اسود خلاص، واجيب بقى انا طلعتهم من الحمامات النهارده صغننه كده، بس انا بحبهم صراحه وهم صغننين كده اهو. ونحط بقى وتيك كير. كده ادهنهم كده وهم على النار، ولما يعملوا الناحيه الثانيه ادهنهم تاني. ابتدت بقى تعمل الحركات الوحشه دي بتاعتها. طيب حواريكوا اللي طلع من الفرن، نحطه على الرز عقبال ما ما دي تتحمر. اهي بصوا شكلها عامل ازاي. هقلبها تقليبه كده. انا لو تسالوني انا بحبها بصراحه متحمره مش محطوطه في الفرن، بيبقى ليها طعم كده مختلف. طيب البودنج ده عايز يتقلب كويس قوي، عشان بس انا عايزاه يتقل واحطه. بس انا بصوا تقل اهو، اقلب بس تقليبه كويسه قوي عشان القشطه تدوب كويس قوي قوي، واحطها هنا كده بسيبها تبرد، بعدين اخر حاجه بحط الشوكولاته. انا عامله منها نسخه صراحه. عايزه اقول لكم جميله جدا، بتخن جدا عشان بس تبقوا عارفين.
بس هي حلوه قوي 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 وطعمها مختلف وجديده. كده احنا خلصنا ايه حلقه النهارده. عملنا النهارده تشيز كيك اهي بالشوكولاته، والبسكوت النهارده كان ميكس ما بين الساده واللي بالشوكولاته، وحطينا جواه قشطه وزبده، وحطينا هنا بودره كريم كراميل مع كاكاو. بصوا بصوا مع كاكاو وكريم كراميل. الحمام كمان خلصناه، هقلبه بس تقليبه واحده كمان اهو. بصوا انا اصلا يعني بعيده جدا عليه اهو. فاضل بس في البودنج ده ان انا لما اسيح الشوكولاته احطها عليه بقى طبقه اخيره زي اللي في النسخه كده. خلاص طيب الحمامه دي خلصت، خلاص اهي دي خلصت، احطها هنا كده. بصوا اهو عملنا كمان النهارده كشكي بمرقه الحمام، طعمه حلو قوي ومختلف على فكره على مرقه الفراخ. يعني كشكي بمرقه الحمام ليه طعم تاني خالص. وعملنا رز الحمام، وكده نكون ايه خلصنا حلقه النهارده. ان شاء الله كده اشوفكم بكره في حلقه جديده. باي باي.